قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله عبد الكريم. اليوم أتكلم عن كيف تختار باسورد كويس. الشيء الموضوع الآن اللي بتسمعونه مهم جدا، لأنه لحد يسمع اسم الموضوع ثم يمشي، لأن كثير من الناس مسوية مصايب، فأنا جمعت هالمصايب هنا وبكبها بعد شوية عشان تعرفونها كله وتتجنبونها. أوكي، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا نبدأ. أول شيء أنا بذكر الباسوردات هذه على شكل قوانين. يعني إذا كان باسوردك تنطبق عليها هذه القوانين أو الشروط مو كويس، وبعض النصائح عشان تجيب باسوردات جديدة أو تغير باسورداتك القديمة عشان تكون أفضل. أول شرط معانا إنه يكون يتضمن حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام وحروف خاصة. أول ثلاث أشياء إحنا نعرفها: capital letters small letters بالإنجليزي، وكمان الأرقام كلنا نعرفها. لكن وش هو الحروف الخاصة؟ الحروف الخاصة مثل بالكيبورد اعمل shift 1 يطلع لك علامة تحجب، shift 2 علامة at اللي في الإيميلات، شرط تحت underscore شو اسمه، شيفت 3 يطلع لك هاشتاج الى اخره. طيب عبد الله اعطينا مثال على كذا رمز لحساب سوشيال ميديا مثلا من عندك. وش يعني رمز؟ يعني باسورد. اعطينا مثال كذا ان ذا اكزامبل. بعطيكم اذا خلصت. يلا نتحدث. وكمان ينصح انصحك تستخدم حروف غير موجوده في الكيبورد. حرف الجر. يا ليل. حروف غير موجوده في الكي خلاص حروف غير موجوده بالكيبورد، مثال النل كاركتر. أو ممكن احط كيبورد صيني مثلا، او لا جد ما استهبل اي لغه ثانيه واسوي عليها عادي. ايوه، او تنزل او تعمل كوبي لهالسامبلز من النت وتجمع الحروف هذه في مكان يمديك تنسخ الحرف هذا عشان تدخله في الباسورد هذا في اي وقت. صح، يكون شيء كويس جدا. صحيح، لان هذا الشيء يكون اصعب للتهكير. خلي الباسورد اطول من 10 حروف، هذه ثاني نصيحه. عجيب. خلي الباسورد اطول من 10 حروف، لانه ترى 8 حروف مرة سهل الكمبيوتر عادي يخترقها في كم ساعة بس. لا في هناك التشريفات في كذا غرفة باردة نام فيها وتعال. هنا محمد في القطب الجنوبي مسكين. المهم ف لأن ترى كيف يحاولون يكشفون الباسوردات الهاكرز؟ يقعدون يجربون كل الاحتمالات الممكنة بكل الأطوال الممكنة. 8 مرة قليل، لكن 9 أنت تزود حوالي تضيف لها حوالي مليون احتمال زيادة، مليونين، 3 مليون، 4 مليون. بس منزلتين زيادة عن 8 تفرق. عجيب، لأنه ترى أنا قلت لك أبو ثمان الباسورد 8 يخترق من قبل كمبيوتر عادي بساعات، فكيف بكمبيوتر يستعمل الهاكرز؟ تلقاه انتر، تم التهكير بنجاح. خلص كل شيء. خلص كل شيء بس بثواني. ثانية اقل من كذا. حول ولا قوة. المهم اجعل كلمة المرور مو كلمة مرور، اجعلها جملة مرور. هالشيء حيسهل عليك حفظها وحيخليها اصعب. مثلا انا احب التفاح اسهل من تفاح الحالة. يعني تكتب قصة تحط رقم وحرف مثلا، بدل ما تحط مثلا الناس اللي تحب نواف 1 2 3 4 حط I am نواف 1 2 3 4. لا 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 لا، فنزاتك. هذه غلطة كبيرة انك تحط معلومات متعلقة بك، هذه انت والكل يعرفها عنك. الله يهديك. لحظة يا جماعة، ترى نواف يقول قبل شوي حذر منها وحين ينصح عليه. لا اقصد يعني جملة، هو يقول جملة. يا شباب ترى ما عاد بقى عندي غير نص الوقت دحين. اسلم. ايوه لا تسوي، لا تحط معلومات متعلقة بك، لانه واحد في الهاشتاج كاتب انا حطيت باسورد الجيميل حقي اسمي 123. ايش تتوقع؟ والله ايش تتوقع؟ تحط اسمك ثم تكتب جنبه 123 وخلاص، هذا احسب باسورد. امين. انا ماشي شوي، انا ما قاعد الوم الان، بس ابيك تحسن باسوردك المرات الجايه. ويلكم من عبد الله. ويلكم من عبد الله. انا محذركم. لا تستعمل نفس كلمة المرور لكل موقع. لأنه خلاص لا تجمع كل بيضك في سلة واحدة.
تندعس السله الواحده خلاص كل شيء بيروح. وزع بيضك على السلال. يعني قصدك الرمز لا 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 تخلي الرمز في نفسه في مثلا موقع فلاني في موقع فلاني. اعطيكم مثال ثاني، لا تخلي كل حبات الدومينو جنب بعض عشان اذا طاحت واحده ما تطيح. يا اخي والله والله حكيم والله حكيم. اوكي لو يعطونا صفقه انا احس الصفقه يستاهل على الاولى هذيك جازت لي. يمديك تستعمل بعض البرامج اللي تسوي لك كلمات كلمات سر قويه. في موقع اسمه passwordsgenerator.net معروف ها ايوه يقدر يسوي لك باسورد عشوائي. تختار انا ابي حروف صغيره وحروف كبيره وارقام وحروف خاصه وحروف غير موجوده بالكيبورد وابي يكون مكون من 12 حرف. يلا ما تتوقع ان عرضه للاختراق نفس الموقع مثلا؟ صح ممكن. كيف راح يعرف ان حطيت الباسورد في الموقع الفلاني؟ لانك سجلت بيميلك. كيف حيعرف من انت اصلا؟ لانك وش حسابك؟ صحيح صح. حطه في مخك. شو اسمه اكتب كلمات السر على ورق. ولدي ذكي. على ورق وليس بشكل فيزيكال وليس في كمبيوتر افضل. بشكل امين في مكان امين بشكل مشفر. يعني مكتوبه بشكل ما حد يقدر يفهمه، انت تقدر تفهمه وبس. تذكر الامان يعاكس سهوله الاستخدام. صحيح. الامان يعاكس سهوله الاستخدام. سهولة الاستخدام تعني شيء سهل الاختراق، صعوبة الاستخدام تعني شيء كويس وصعب انه يخترق. حط هذه في بالك. طب تقول انا ما ابي كذا، انا ابي احفظها في الكمبيوتر. في برامج كويسة بس ما اقدر انصح باي واحد، ما ابي اطيح في مشكلة. انه شو اسمه تقدر تحط كل باسورداتك مع بعض ثم تحط عليها باسورد، لكن المشكلة إذا تكسر هالباسورد كل باسورداتك حتروح. مثل أباست اللي يكون موجود في المتصفحات. إي في بس خدمة مدفوعة المشكلة، الخدمة هذه مدفوعة. في لاس باس وفي دير مدري إيش وشي. إذا تبي تحط على هذه باسورد حط عليها باسورد من 50 60 حرف. وهالباسورد تكتبه على ورقة تكون أنت عارف وين هي. موزيها في مكان. تمام؟ لانه الهاكر مو برايح لما بيتك، مو برايح لما كل بيت يدور باسوردات. ايش عرفك؟ انا ابجي ترى محمد كل يوم يدور في الرياض في الليل يدور باسوردات. تركت امس طاقن على بابه. المهم ما عاد بقى عندي غير شوي ثواني. استخدم واحد من مقيمات كلمه السر الموثوق فيها عشان تقدر تعرف قوتها. في بس ما انصح تعتمد على هذه 100% لان التقنيه تتطور. في مواقع تطبيقات تقيم لك اصلا نفس الرمز يعني. اي تمام. لا تقوم بتكرار نفس الكلمة أو الحرف للحصول على كلمة طويلة. يعني تحط أنا أحب التفاح، 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 أنا أحب التفاح. هذا باسوردك خلاص. إذا عرفوا أنا أحب التفاح ممكن أنا أحب التفاح ثلاثة عادي. ممكن مرة أيام تصير ما تحب تفاح ومن شو تسوي؟ يا الله يا رب أحفظك رضاك يا رب. تفضل. المهم هذه كانت بعض النصائح عشان تحصل على كلمة سر قوية. أتمنى يكون الموضوع عجبكم. كان معكم عبد الله عبد الكريم مع السلامة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.